هبعد شوية عن الأسئلة العادية وأدخل في سؤال. سلمان الجزيري دايما بيبان الشخصية الحازمة جدا، الشخصية اللي بتبان شديدة قوي. أنا عايز أعرف الجزء اللي أنا شخصيا قبل ما الجماهير ما تعرفوش عن مستر مانويل الجزيري. انا عندي شخصيتين، واللاعب عنده شخصيتين والمدرب عنده شخصيتين، شخصيه انسانيه وشخصيه احترافيه او كرويه في الحاله دي. وانا ما بطلعش من القاعده دي. هو صحيح انه عملوا حكوا افلام كتير عني، حكوا حاجات عن شخصيتي مش حقيقيه خالص. من 8 سنين اللي مرنت فيهم الاهلي بس كان العلاقه ما كانتش كويسه مع 3 أو 4 بس من اللاعبين. فده يعتبر زي ريكورد، والباقي كان كل الناس كانت علاقه كويسه مع كل اللاعبين. لما اكون متطلب بالصوره عاليه من اللاعبين، لازم اتطلب منهم شغل عالي، لان تلعب في نادي بحجم نادي الاهلي لازم يكون في تطلب عالي في الشغل منهم عشان نقدر ناخد الالقاب اللي قدرنا ناخدها. كان لازم نكون جاديين، نكون نحترم الجماهير. لما نلعب في استاد مع 100,000 متفرج دي حاجه ممتازه. ولما كنت ببص لفريقي كنت حابب فريقي، وكنت متاكد ان الجماهير كانت هتحب فريقي كمان. لو عندنا احسن لعيبه كان لازم نلعب احسن كوره. لو كنا جبنا جون كان لازم ندور نجيب الثاني، ونجيب الثاني ندور نجيب الثالث. فدي كانت دايما فلسفتي. اللعيبه كانت عارفين انه ما كانش ينفع يهزروا معايا. بعد ما كان ينتهي الشغل والماتشات بيبتدي الهزار. كنت ببقى في اوقات ابقى انا البلياتشو الاكبر بلياتشو فيهم. بحب اضحك واهزر مع اللاعبين، لان انا كنت لعيب لمده 20 سنه. فما كنتش بخلط الامور. زي ما بنقول في البرتغال، الشغل شغل والوقت المرح مرح. في وقت الهزار بنهزر وكل حاجه، في وقت الشغل لازم نحترم النادي ونحترم الجماهير فوق كل حاجه. نحترم نفسنا ونطور من نفسنا. فدايما كانت فلسفتي دايما لما كنت كمدرب. ودايما كنت علاقتي كويسه مع المدربين مع اللاعبين، وعارف ان في الشغل ما فيش هزار وفي الماتشات ما فيش هزار. ما كنا في الواقع بنلعب كويس وبنكسب، دي كانت فلسفتنا. هو عكس اللي بيحصل في مصر مع الاسف. انا دلوقتي في وادي دجله عندنا 3,000 ولد من 7 ل 14 سنه، والعقليه بتاعت الناس دلوقتي في عالم الكوره شايفها زي من ساعه ما جه هنا 2001. اول اوبشن او خيار عند اللاعب سواء كان صغير في السن او كان لاعب كبير ان يستلم الكوره ويعمل الفينت او الدريبل بعديها. اللي بننقله دلوقتي لمدربين وادي دجله ان اول خيار للاعب هو التمرير، واخر خيار هو المراوغه او الدريبل. النهارده بشوف الفرقه ما بتلعبش مع حارس المرمى. المفروض يشوفوا التلفزيون في اوروبا. النهارده بيتعاقدوا مع حارس المرمى، مش بس اللي بيعرف يصد، اللي بيعرف يلعب برجليه كمان. ده لسه الفكر ده ما وصلش لمصر. لو ما وصلش المفروض دي غلطه مين؟ دي غلطه المدربين المفروض. فعشان كده ده اللي بنقله للناس، لازم نبني لمصر كلها اللعيب الجديد. نشأ صح على اساس اللعب الجماعي، على اساس لعب الفريق. نفهم الاولاد ان لوحدهم ما يقدروش يعملوا حاجه، يحسوا انه لازم يلعبوا الكوره مع الفريق. الفريق لازم يكون متضامن، لازم يكون اصدقاء، ما يكونش في انانيه، لان هنا في مصر الناس بتفكر في نفسها اكتر، وفي كره القدم كده برضه. في مصر انتهى من افضل اجيال كره القدم في مصر. دلوقتي محتاج وقت عشان تظهر جيل تاني مشابه ليه، لان في رايي الاهلي كان عنده احسن فريق كوره في كره القدم في تاريخ كره القدم، واحسن فريق في افريقيا في تاريخ افريقيا. الفريق كان فيها مجموعه من النجوم زي اللي كانت موجوده دي. انت كابتن كنت موجود في واحد من النجوم دي، وعارف ان اهم حاجه كانت الفريق ما كانش الفرديه. دي حقيقه.
واللي كان عايز اللي كان عايز يطلع فوق الفريق او اي حاجه ما كانش اي حد بيسمح له بكده، سواء كان بركات او بوتيكا او اي حد. اهم حاجه بننشا اللاعبين بالحس الخططي، الحس الخططي اللي مش موجود دلوقتي، الحس الخططي ضعيف لسه جدا في مصر. فالمدربين في قطاع الناشئين لازم يبتدوا يبنوا اللعيبه الجداد الحديثه، اللعيب الحديث في مصر، وده اللي بنقله لمدربين في وادي دجله.